سورة التكاثر، قال تعالى: ألهاكم التكاثر. هذه الآية الحقيقة موعظة، موعظة للجميع المؤمن والكافر، لكن الكافر ألهاه إلهاء تاما التكاثر، وعلم المؤمن فألهاه التكاثر إلهاء ليس تاما ولكنه متفاوت بحسب غفلته عن الله وعن الدار الآخرة. والتكاثر أطلقه الله عز وجل هنا، والمراد به التكاثر في الدنيا في الأموال وفي الأولاد وفي الزوجات وفي السيارات وفي القصور وفي الأسهم وفي السندات وفي الحلال وفي الحرام وغير ذلك مما يلهي الناس التكاثر فيه. فاحذروا يا عباد الله من أن يلهيكم التكاثر عن ماذا؟ عن الله عز وجل. لم يذكره الله عز وجل للعلم به، ولأنه معروف من السياق. قال: حتى زرتم المقابر، يعني حتى توفاكم الله فمتم، ومعناه أنه استمر هذا اللهو بالدنيا إلى أن مات الإنسان ولم يتعظ ولم ينزجر. وسمى الدفن في القبور زيارة، لأنك عنها مرتحل، ولأن بقاءك فيها مدة يسيرة، ولذلك يغمض الإنسان في قبره ولا يشعر إلا وقد بعث بعد ذلك وأنه قد قامت القيامة. ولذلك البقاء والقبر مهما في القبر مهما طال فإنه قصير جدا على أهل القبور، وهو أيضا قصير جدا على الجميع بالنسبة إلى اليوم الآخر. ثم هدد الله عز وجل هؤلاء اللاهين فقال: كلا. كلمة زجر، حرف يدل على الزجر والتخويف والتهديد الشديد، وبخاصة إذا صدر من رب العالمين. قال: كلا سوف تعلمون، ثم كرر التهديد، ثم كلا سوف تعلمون، ثم كرره مرة ثالثة، قال: كلا لو تعلمون علم اليقين. وتكرار التهديد اختلفوا هل هو في تكرار في موضعه أو تكرار لمجرد التأكيد، والأقرب إن شاء الله أن التأسيس أولى من التأكيد كما هي قاعدة التفسير. فقوله كلا سوف تعلمون يعني عندما تشاهدون الموت بأعينكم، فينظر الإنسان عاقبته ما سيكون إليه، أو عندما تدفنون أو تموتون فتدخلون في عالم البرزخ، وأما الثانية فتكون في العالم الآخر عندما يقوم على أهوال القيامة وينظر الفزع. ولذلك أهل الكفر والضلال والفجور يكون عليهم فزع وتكون عليهم قارعة، أما أهل الإيمان فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم إيش؟ الأمن، وهم مهتدون، فهم آمنون ولا يروعون في ذلك اليوم. ثم قال تعالى: لترون الجحيم، تأكيد، تأكيد أنكم سوف ترون الجحيم بأم أعينكم يوم القيامة. ثم قال: ثم لترونها عين اليقين، يعني تأكيد لرؤيتها بعد الدخول فيها، وهذا معنى عين اليقين، لأن من دخل فقد عاينها معاينة بحسه وليس بمجرد رؤيتها، والله المستعان. أو أنه عندما يكون على شفيرها والعياذ بالله فيراها رأي العين وهي بجواره. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، يعني أن الإنسان يسأل يوم القيامة عن كل ما أنعم الله عز وجل عليه به، وما أكثر نعم الله. قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولذلك حضر جوابا عن النعيم الذي تنعمت به. ولذلك في الصحيح في مسلم لما أكل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر بعد الجوع قال: والله لتسألن يومئذ عن هذا النعيم. ولك حضر إجابات من أين لك هذا النعيم وفيما أنفقته، هل شكرت الله عز وجل عليه أو كفرت بنعمته. وأكثر الناس اليوم أكثرهم يقينا شكروا أو كفروا، أكثرهم كفروا نعمة الله، أكثر الناس مؤمنهم وكافرهم يجحدون نعم الله ويكفرون نعم الله.
كما قال تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. هذه إحصائية ليست إحصائية بشرية، هذه عقيدة يقينية من رب العالمين أن الأقل هم الشاكرون، والله المستعان.